مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من اتجاه الصحافة، ونطالع في صحافة اليوم. تداعيات الأوضاع في ليبيا على حقوق الإنسان، أفاق الحل في ليبيا بين تصعيد العسكري ودعوات الحوار، هل يتمدد الصراع المسلح إلى الحياة المعيشية؟ نناقش هذه المواضيع وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من تونس، الكاتب الصحفي رشيد أخشانة. أستاذ أخشانة، أهلا بك. أهلا وسهلا. مرت ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وليبيا مشغولة بصراعها، فيما يعاني بعض النازحين أوضاعا إنسانية صعبة. تقارير صحفية ومنظمات دقت ناقوس خطر التراجع في بعض الحريات التي كانت قد تطورت بعد الثورة. ذكر موقع أفريك الفرنسي أن هناك نقصاً في المحروقات والكهرباء والمياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني من العنف، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، وتضررت البنية التحتية، ولم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على الوصول إلى الضحايا. وقال الموقع في تقرير له إنه في ظل احتدام المعارك بين الفصائل الليبية المتناحرة الإسلامية من جهة، والموالية لحكومة عبد الله الثاني من جهة أخرى في بنغازي ومؤخرا في غرب البلاد، أجبر عشرات آلاف الليبيين على الفرار من منازلهم هربا من المعارك. نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا ناتاليا أبوستولوفا قولها إن العام الماضي شهدت ليبيا تدهوراً مقلقاً لأوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك المجالات التي أحرز فيها تقدم كبير منذ الثورة مثل حرية التعبير، وقد أرغمت الحرب مئات الآلاف على الفرار من منازلهم. وأضافت السفيرة أن الصراع في ليبيا يلقي عبئاً كبيراً على سجل حقوق الإنسان في البلاد، كما تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك قطع رؤوس الناشطين وقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين وتهديدهم وترهيبهم. قال موقع أخبار ليبيا إنه منذ نهاية عام 2011 وإلى حدود بداية الحرب الأهلية، ظل الأمازيغ في ليبيا يحتجون وينظمون ملتقيات ولقاءات من أجل حقوقهم اللغوية والثقافية، سواء في المدن والمناطق الأمازيغية أو في العاصمة الليبية نفسها. وأشار الموقع في تقرير له إلى أن مطالب الأمازيغ تمثلت في اعتبار الهوية الليبية هي هوية دولة ليبيا بعمقها الأمازيغي العريق وكل روافدها الحضارية والثقافية المتعاقبة، مع التزام بإبراز معالم هذه الهوية في كل شعارات الدولة ورموزها السيادية كالعلم والنشيد الوطني والعملة. سيد أخشانة، نبدأ معك. مرت الذكرى دون أن يلتفت إليها أحد في ليبيا باستثناء منظمات دولية، كيف تعلق؟ للأسف يعني الوضع الذي وصل إليه الشعب الليبي يجعله غير قادر على تذكر ما يمكن أن نسميه وما يسمى دوليا بالجيل الأول من حقوق الإنسان. الآن العالم يفكر في الجيل الثاني ويحاول تطبيق الجيل الثاني مثل الحق في الثقافة، الحق في الإعلام، الحق في بيئة نظيفة، ولكن أول حقوق الإنسان أن يكون الإنسان آمنا على نفسه وعلى عائلته هذا غير متوفر في ليبيا، بالإضافة إلى أن تهجير مئات الآلاف من الليبيين وانتقالهم إما من مدنهم إلى مناطق أخرى داخل ليبيا أو الخروج من وطنهم إلى البلدان المجاورة هذا يعتبر أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن المظلمة أو المحنة أكبر من أن يلتفت الناس إلى ما أصبح يعتبر تفاصيل حقوق الإنسان أمام الوضع العسكري والوضع الأمني والقتل والقصف. يعني هذه الأمور جعلت الليبيين ربما لا يلتفتون، أو المراقبين أيضا لا يلتفتون إلى موضوع حقوق الإنسان كما يلتفتون إليه في بلدان تسودها أنظمة ديكتاتورية ولكن ليس فيها حرب قائمة تهدد المواطن يوميا في حياته. طيب، الأزمة أنه مع صعوبة الأوضاع التي تحدث عنها المراقبون والمنظمات تمنع الظروف أي عمل لتلافي الوضع، على من برأيك تقع المسؤولية؟ أنا أعتقد أن المسؤولية جماعية، يعني وجود هذه الميليشيات الكبيرة التي فرخت طيلة الثلاث سنوات الأخيرة إلى أن وصلت إلى أكثر من 150 جماعة مسلحة، كل واحدة منها تعتقد أنها تملك الشرعية ومن حقها أن تحكم الشعب الليبي، وكذلك شلل الدولة، لأن الدولة تعني الشوكة، وغياب الشوكة في ليبيا لهذه الدولة جعلها منزوعة الأظافر وغير قادرة على فرض الأمن
الذي هو أول حق من حقوق الإنسان. فبالتالي يعني كل هذه العناصر سواء كانوا سياسيين أو كانوا جماعات مسلحة أو حكومات متعاقبة منذ الإطاحة بنظام القذافي، كل هؤلاء مسؤولون لأنهم لم يتوصلوا إلى حل وسط يمكن من نقل المجتمع الليبي من الحالة التي كان عليها كما حصل في بعض الديمقراطيات العربية الأخرى التي رغم الصعوبات التي تمر بها فهي على كل حال استطاعت طيب. أن تجتاز عقبة الصراع الأهلي وتحوله إلى صراع سياسي وليس إلى صراع عسكري. نعم سيد خشانة، كيف يمكن تدارك الوضع إذن؟ أن يتم تدارك أن البلد اتجه إلى صراع بين جماعات مسلحة مختلفة كلها تتسابق لكسب أكثر ما يمكن من الأوراق من أجل التفاوض، وبالتالي فالمفاوضات حتى إن تم الاتفاق على مكانها وتاريخها والمشاركين فيها فإنها ستكون مسبوقة بتصاعد الصراع العسكري بين الأطراف المتنازعة، وهذا يجعل طبعا وضع المدنيين في حالة أسوأ مما هو عليها اليوم. وبالتالي فالوضع الليبي في الحقيقة وضع معقد، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن لديه حلا سحريا أو مفتاحا سحريا لتجاوز الوضع الراهن. هناك محاولات إقليمية ومحاولات دولية من أجل جعل الأطراف المتقابلة تجلس معا على طاولة واحدة، هذا هو الهدف المطلوب. طيب. ولكن كما قلت هذا يسبقه تزايد الصراع العسكري من أجل كسب الجولات في المفاوضات. طيب إذا استحضرنا تجارب في منطقة المغرب العربي، أمازيغ ليبيا هل يحتمل أن تتحول قضيتهم إلى عقدة جديدة في المشهد أم يمكن أن يكونوا جزءا من الحل؟ هو في الواقع الآن هي بعد من أبعاد الأزمة، لأن هناك إصرارا على إفراد هذا الملف بالبحث وبالتالي بالتنافر بين أطراف ليبيا قد لا تكون متفقة على طريقة حله، ولكن أعتقد أن حجم هذا المشكل في ليبيا هو أقل بكثير مما هو عليه في بلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب اللتين رغم الصعوبات ورغم التدافعات استطاعت أن تجد حلا لإدماج هذا المشكل في إطار الهوية الوطنية، وأعتقد أنه لم يعد هناك صراعات كبرى تذكر في الجزائر أو المغرب مثلا بسبب هذا الملف، رغم أن عدد الأمازيغ ونسبتهم إلى السكان أكبر بكثير مما هو الحال في ليبيا. وبالتالي أعتقد أن الملف الأمازيغي في ليبيا يمكن أن يدمج في حل شامل للوضع الانتقالي نحو ديمقراطية ليبية تسمح ليس فقط لكل مواطن بأن يتلي برأيه. نعم سيد خشانة. نعم سيد خشانة، ابقى معنا مشاهدين، فاصل نتابع بعده اتجاهات الصحافة. في الوقت الذي تتسع فيه الدعوات لحوار يضع حدا للنزاع في ليبيا تتسع بالتوازي مع ذلك دائرة العمليات العسكرية والمواجهات لتشمل مدنا ومناطق جديدة ما يجعل مراقبين ينظرون بتشاؤم إلى الحوار. قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن ما يجري ليس حوارا أو محادثات سلام بل مجرد اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة أجل آخرها إلى الثلاثاء الماضي. المشكل الأساسي يتمثل في الأطراف التي يجب دعوتها للمشاركة في الحوار في ظل الصراع المحتدم. وأضافت الصحيفة في تقرير لها إنه حتى ولو قبلت الأطراف الجلوس إلى نفس الطاولة فإن ذلك لا يعطي ضمانات للنجاح في تحقيق أهداف الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال رغم وجود وفاق على أن الحوار ضروري لإعادة الاستقرار. ذكرت الصحفية الإيطالية جوليا بيلارديلي أنه وسط دعوات للحوار بين الفرقاء الليبيين تشهد المواجهات تصعيدا كبيرا رغم الدعوات الدولية للحوار بين الأطراف المتنازعة، وهذا الوضع يزيد من حالة الفوضى وتداعيته ستكون على كامل المنطقة. ورأت بيلارديلي في مقالها على الصحيفة الأمريكية هافينغتون بوست أن التصعيد يمثل صفعة لبعثة الأمم المتحدة وكذلك الحكومة الإيطالية التي أكد رئيسها ماثيو رينزي أنه لا ينبغي ادخار أي جهد لتسهيل العودة للحوار لأن مواجهة الإرهاب ومختلف القضايا يتطلب فتح حوار بناء.
قال موقع البديل إنه في ظل تعنت الأطراف المتنازعة وتشبث كل طرف بمواقفه وإصرار البعض على حسم النزاع بقوة السلاح، تبدو الأزمة الليبية تبعث بحالة من اليأس الشديد في إمكانية حلها قريباً. واعتبر الموقع في تقرير له أن فجر ليبيا تعتبر أن حسم المعركة عسكرياً سيحدد الأطراف التي ستشارك في أي حوار ليبي وستسمح بفرض أجندة الحوار. ويؤكد حفتر أنه لا بد من القضاء على جميع هذه التنظيمات لحل الأزمة. سيد خشانة، الحوار والصراع المسلح، الثنائية التي لا تفتأ الصحافة الغربية والعربية تطالعنا بتضاربها في ليبيا، أيهما في رأيك سينتصر في النهاية؟ أعتقد أن القرار الدولي والقرار الإقليمي هو مع حوار يؤدي إلى نزع فتيل الأزمة في ليبيا وعودتها إلى الاستقرار. ليس هناك أي طرف إقليمي أو دولي له مصلحة في استمرار هذا الوضع القائم الآن في ليبيا، بل الجميع له مصلحة في أن تعود ليبيا إلى دورها في المنطقة العربية والمتوسطية. ولكن دون هذا الخلاف بين أطراف النزاع الليبي حول شكل مائدة الحوار والأطراف المشاركة فيها. طبعا مشكلة الحوار أنه نتائجه تحدد سلفا بنسبة الثلث أو النصف قبل الجلوس على الطاولة، يعني عندما نتفق من هي الأطراف المشاركة نكون قد اخترنا نوعية الحل الذي نريد الوصول إليه. عندما نعطي حجما معينا لكل طرف أيضا نحن استبطلنا موقفا معينا سينتهي إليه هذا الحوار، وبالتالي الصراع الذي يسبق الحوار هو مهم جدا في تحديد وجهته. ولهذا نحن سنرى تباطؤا في الاتفاق على من سيتحاور وعلى ماذا سيتحاور. طيب. أعتقد أن هذا السؤال الكبير الآن. نعم، ما يراه مراقبون أن أطراف الصراع تفضل حسم الأمور عسكريا ثم تأتي بعد ذلك طاولة الحوار، هل ترى هذه القراءة موضوعية؟ هذه القراءة إما هي صحيحة واقعية أو غير صحيحة، يعني أعتقد أنها تنعكس إلى حد كبير الواقع، لأن الأطراف المتنازعة كل منها يريد أن يكون بين يديه أكثر ما يكون من الأوراق، ولذلك الحرب ستستمر القائمة الآن، وسيسعى كل طرف إلى تصعيدها من أجل القضاء على الطرف الثاني أو على الأقل إضعافه حتى يكون غير قادر على إملاء شروطه أثناء الحوار. هذه هي المعضلة الكبرى الآن في الحوار الليبي. طيب أستاذ خشانة، أنت متابع لما ينشر في الصحافة الغربية عن العالم العربي وعن ليبيا والمنطقة أيضا، هل ثمت صورة ما تسعى هذه الصحافة لرسمها عن ليبيا تحديدا؟ هي الصورة قاتمة بالتأكيد، عندما تطالع الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من المعالجات الغربية هي تعطي صورة سلبية عن الوضع الليبي وتعبر عن تشاؤم من إمكانية تحقيق انتقال ديمقراطي سلس وسلمي. ولكن نلاحظ عندما ندقق أن كل تعليق يعكس وجهة نظر صناع القرار. عندما نقرأ تعليقا إيطاليا عادة هو يتبنى إلى حد كبير وجهة نظر إيطاليا من هذه الأزمة، وقس على ذلك بالنسبة للأمريكيين والفرنسيين والروس وغيرهم. الروس مثلا يعتبرون أن القدر يعاقب الليبيين لأنهم انتفضوا ضد القذافي وقبلوا الاستنجاد بالحلف الأطلسي، إلى غير ذلك من الرؤى المختلفة والمتباينة بتباين المصالح إزاء ليبيا، وخاصة ليبيا ما بعد الثورة، يعني مستقبل ليبيا عندما تعود بلدا منتجا للنفط ويملك ثروات كبيرة وربما يعني يشكل إحدى القوى الصاعدة في المتوسط. هناك نظر إلى هذا الموضوع ولكن بشكل خفي ومبطن في المعالجات نعم. الصحفية. نعم سيد خشانة، ابقى معنا المزيد مشاهدين في اتجاهات الصحافة ولكن بعد الفاصل. رغم مرور أشهر على اندلاع المواجهات المسلحة في ليبيا، ظلت الحالة المعيشية للمواطن والموارد الاقتصادية والتي يعتبر النفط العنصر الأبرز فيها بمنأى عن الصراع. الأسابيع والأيام الماضية شهدت تطورات أدخلت الاقتصاد الليبي إلى قلب الصراع أو تكاد. أشار موقع عربي 21 إلى أنه ظهر على المسرح الليبي صراع من نوع جديد يتمثل في محاولة كل طرف من الأطراف السيطرة على حقول ومرافق النفط بجنوب وغرب ليبيا واستخدامها ورقة ضغط في المفاوضات. ونقل الموقع عن مراقبين قولهم إن فجر ليبيا أفضل لأمريكا من أي قوة أخرى،
خاصة أنها تعلم مدى قدرة هذه القوات على التحرك وتسليحها، وإذا استطاعت قوات فجر ليبيا المحافظة على استمرار ضخ النفط ستحظى بدعم غربي. ذكر الصحفي الليبي أحمد الخميسي أنه وفقاً لآخر بيانات الهيئة العامة للمعلومات الصادرة مطلع 2011 تصل معدلات الفقر في ليبيا إلى 29%، بينما تقول إحصائيات غير رسمية إن معدلات الفقر وصلت بنهاية عام 2012 إلى 40%. وقال الخميسي في مقال نشر على صحيفة العربي الجديد إن إجمالي الدعم في ليبيا خلال 2012 سجل نحو 14 مليار دينار، وتقول الحكومة إن ثلث الدعم الرسمي يذهب عبر التهريب إلى الدول المجاورة، إضافة إلى الفساد المالي في عمليات الاستيراد. سيد خشان، نرحب بك مجددا. أي تداعيات يمكن أن يخلفها إدخال ملف النفط الحساس لدى الغرب على الصراع القائم؟ وهذه ورقة ملتهبة مثل النفط، يعني كل طرف يحاول أن يقترب من هذه الحقول لأنها الورقة الأساسية التي تحرك القرار الغربي إزاء ما يجري في ليبيا. وطبعا كل طرف يريد أن يكون هو المحاور المقبول والمفضل لدى الغرب، وهذا يقتضي منه أن يسيطر بالقوة العسكرية على هذه المناطق. إذن هناك تهديد بأن تتوسع رقعة المعارك العسكرية بأن تشمل المزيد من المدنيين والقرى والمدن التي يهددها القصف المتبادل والعمليات العسكرية. أنا أعتقد أننا نعم سيد خشان نعم عذر عتبت صفحة مؤلمة، أرجو أن لا تكون مؤلمة في الصراع الليبي. نعم سيد خشان، تقارير أخرى لم نستعرضها تحدثت عن عجز كبير في الميزانية ب 22 مليار دولار. ليبيا الغنية تبدو فقيرة بسبب الصراع، إلى أي مدى برأيك يمكن أن تذهب أزمة ليبيا الاقتصادية؟ يمكن أن تذهب بعيدا، لأنه الوضع السياسي غير المستقر سيؤدي إلى مزيد من الفلتان على الصعيد الحكومي، وبالتالي مزيد من الإنفاق حتى من أجل شراء سكوت هذه المجموعات المسلحة التي للأسف كثير من الحكومات السابقة كانت تغدق عليها من أجل أن تسكت، ولكنها في الحقيقة كانت تقتني الأسلحة وتعزز مواقعها. فالخوف، كل الخوف هو أن يعني يتم التلاعب بورقة النفط، وهذا خطير جداً لأنه سيجعل الحكومات المقبلة غير قادرة على صرف الموازنات وعلى القيام بما يجب أن تقوم به الدولة إزاء مواطنيها. فمن هذه الزاوية أعتقد أن الورقة الملتهبة هذه ربما تحرق الكثير من الأطراف المتنازعة والمتصارعة. نعم. في ليبيا. نعم مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الفاصل. أساس الصراع الليبي الحالي لا يعود إلى مجرد خلاف سياسي أو أيديولوجي. حسب الكاتب رشيد خشانة فهو ذو جذور ثقافية عميقة كرستها ممارسات النظام السابق، وغياب أي ممارسة سياسية تعددية في الشارع الليبي على مدى 40 عاماً. اعتبر الكاتب التونسي رشيد خشانة أن غياب الثقافة الديمقراطية لدى أغلبية الشعب الليبي تعد السبب الرئيسي فيما وصل إليه حال البلاد اليوم، بالإضافة إلى ما تروجه العديد من وسائل الإعلام عن وجود صراعات هي في واقع الأمر لا تتعدى استديوهات أو ورقات الوسائل الإعلامية. ونقل خشانة في تحليل نشر على موقع سويسانفو عن الباحث المولدي أحمر عن الباحث المولدي الأحمر قوله إن التجاذب الحاد على الشرعية يعود إلى غياب الثقافة الديمقراطية في ليبيا، فالزعماء السياسيون في ليبيا يبدون غير حريصين أبداً على تركيز شرعيتهم السياسية على أساس الانتخابات بمفهومها المعاصر. فالمؤتمر الوطني مؤلف بنسبة 60% من نواب مستقلين، ما يعني حسب الكاتب أن التصويت لهم لم يستند على برامج انتخابية وإنما على وزن عشائرهم في مناطقهم، أي المعايير نفسها التي كان يعتمدها نظام القذافي. أستاذ خشانة، وأنت كاتب الدراسة، عندما تقول إن أساس الصراع في ليبيا ثقافي، ألا يعتبر هذا الحكم مبالغا فيه؟ في الحقيقة لم أقل ثقافيا، أنا قلت أن القذافي قام بتصحير
المشهد الثقافي والسياسي الليبي، فقضى على مؤسسات المجتمع المدني، قضى على اتحادات الطلاب والنقابات المهنية والأحزاب السياسية، واعتبر من تحزب خان. وبالتالي فلم يجد الليبيون بعد الثورة أسسا يقيمون عليها مؤسساتهم الجديدة، على عكس تونس مثلا أو مصر، حيث كان المجتمع المدني قويا إلى حد كبير رغم ضربات الحكم والأنظمة البائدة. إذن هذا التصحر هو المسؤول عن غياب الثقافة السياسية. هو إن شئتم ملاحظة تدخل في نطاق سوسيولوجيا العلوم السياسية أكثر منها في حكم قيمي على هذا البلد أو ذاك. وبالتالي عندما نعالج موضوع الانتقال الديمقراطي في ليبيا، علينا أن نسمح بازدهار مؤسسات المجتمع المدني، أن نمكن الأحزاب السياسية من أن تقوم بدورها. وهنا نعم. أشير إلى مثال بسيط وهو المتعلق بالانتخابات. هناك 1.4 مليون ليبي فقط سجلوا أنفسهم في الانتخابات الأخيرة، من أصل 3.4 هم في سن الترشح. نعم. إذن ليس هناك شعور بأن القيام بالواجب الانتخابي يساهم في صنع مستقبل البلد. طيب سيد خشنة، ثقافة ديمقراطية. نعم، عندما تقول أو تزكي القول إن طريقة الانتخاب الفردي تشبه آلية التصعيد التي كانت متبعة أيام اللجان الثورية، ألا تعتقد أنك قسوت على التجربة الليبية الناشئة؟ لا أعتقد أنه في الواقع الرهن، لأن القذافي شجع الزعامات العشائرية وشجع النزعة القبلية التي تدور حول الفرد وحول الأمير بطريقة من الطرق. وبالتالي فهذا هو المشكل، يعني المشكل ليس في أن الثقافة السائدة هي ثقافة إن شئنا نرجسية أو ذاتية أو تقوم حول الفرد أو فردانية، لا، يعني هناك هياكل في المجتمع بنيت بطريقة معينة طيلة 40 سنة ونحن نعاني الآن من نتائجها، وبالتالي علينا إصلاحها حتى يكون المواطن حرا مستقلا في رأيه عندما يساهم في مؤسسات المجتمع المدني أو في حزب سياسي، أو عندما يقوم الإعلام أيضا بدوره في توعية المواطن. هذا كله يجعل القرار ليس قائما على الشخص الذي صوتته العشيرة، وإنما على القرار الذي يرى الضمير الفردي للشخص أنه هو الأفضل. طيب، أطعن في مبدأ الانتخابات ثم عندما أقصيت الأحزاب من العملية الانتخابية، كيف تشرح هذا للمشاهد الكريم؟ لم أفهم سؤالكم. كيف؟ طيب، نحن اقتبسنا فقط نص لك في الطعن في مبدأ الانتخابات ثم عندما أقصيت الأحزاب من العملية الانتخابية، كيف تشرح هذا؟ طبعا هناك جماعات كثيرة في ليبيا تعتقد أن الانتخابات كفر وبدعة مستوردة من الغرب وكانت ترفضها، ثم قبل جزء منها أن يشارك في الانتخابات. عندما جاءت النتيجة في غير الاتجاه الذي كانوا يأملونه، طبعا طعنوا فيها وقالوا هذه الانتخابات مزورة. هذا يقودنا إلى خلاف سياسي كبير ومعقد، يعني صعب أن يصدر فيه الإنسان حكما قاطعا. هناك تشكيك في الانتخابات قامت به اللجنة العليا. اللجنة العليا تم التشكيك فيها باعتبارها أنها كانت خاضعة لضغوط معينة من مسلحين، ولكن إلى حد اليوم لو استطاع أي كان أن يحل هذا المشكل لخرجنا من الوضع الذي نحن فيه في ليبيا. ولكن هذا إشكال قانوني وسياسي كبير، يبدو من الصعب أن نسيطر على مفاصله ونجد له حلا بسهولة بكلمة بجرة قلم كما يقال. طيب، شكرا لك الكاتب الصحفي رشيد خشانة، حدثنا من تونس. ننوه إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بالتعاون مع المرصد الليبي للإعلام. وإلى هنا مشاهدي قناة ليبيا لكل الأحرار، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا علي نشوان، في أمان الله.